الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأهل الكرام، الآباء والإخوة المستمعين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى وحمده، نشكر لأهل البيت وأهل هذه القرية على هذه الاستضافة، وهم إن شاء الله أهل لذلك، وليس هذا عليهم بجديد ولا بعزيز، لأنه دي ما أول مرة نحن نجي القرية دي. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في ذرياتهم وفي أهلهم وفي أموالهم، ونسأل الله عز وجل أن يوسع عليهم في أرزاقهم وأن يزيدهم من فضله. في بعض الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها، وما نطول على الناس، بحول الله تبارك وتعالى وقوته. طيب، السؤال الأول يقول: ما هي علامات الساحر؟ الساحر يا أخواننا ده الإنسان اللي بيتقرب إلى الجن بالشرك والكفر حتى يفعل له الجن أو يقدم له الجن خدمة معينة. والسحرة في السودان هم الصوفية، هم السحرة. زول لو ماشي عنده مشكلة مع زول، أو مرة دايرة راجلة ما يدبل فوقه ويعرس فوقه، بتمشي لمنه؟ تمشي للدكاترة ولا للمزارعية ولا بتمشي ليه؟ الناس اللي عندهم يعني إبل، أو ناس عندهم بقر، أو بتمشي للمهندسين؟ بتمشي ليش يخطرك ذلك؟ زول شغلته كلها مضرة، قاعد خازوق في الحلة شغال يتقرب إلى الجن بالكفر بالله سبحانه وتعالى، عشان الجن يسوي له حاجة، خدمة باطلة ليس لها أساس من الصحة. فدير هم السحرة. والسحر يا أخواننا هو كفر بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمن علامات السحر ديل، أول حاجة زول يا أخواننا تلقاه عقيدته خربانة، ده من أعظم العلامات. تلقاه معلق حجاب، تلقاه بينده في الفقرة حقينه، تلقاه بيكتب في المحايات والبخرات ويقطع في القرآن، ويكتب القرآن بطرق ملتوية، ويكتب القرآن بالنجاسات، وبعضهم تلقاه ينجس المصحف، يبول في المصحف أو يسوي له مصيبة. ليه يا أخواننا؟ من أسفل خلق الله سبحانه وتعالى. أو تلقاه إنه يدعي لك بيعمل أمور معينة، أو لما يقرأ على زول ما بيقرأ بصوت مسموع، عرفته؟ وتلقى عنده همهمات، عرفته؟ فدي كلها من علامات الساحر. أو يسألك عن اسم أمك. ليه يا أخواننا؟ لأن أخواننا الساحر قلبه وسخان، بيفتكر إنه أي زول فيكم، ونحن ذاته معاكم زول قاعد، بيعتبروا إنه ما ود حلال، لأنه بيفتكر إنه لو ربطك من اسم أبوك ممكن الشغلة تجلي، لكن من اسم أمك ما بتجلي. ليه؟ لأن أخواننا السحرة نفوس خربة، ونفوس مريضة، وقلوب سوداء، عشان كده ما بيعتقدوا في الناس إنهم أولاد حلال. أنا أديك من الآخر، بس عشان كده بيسألوا الإنسان عن اسم أمه عشان يقوي به السحر. ده الموضوع. فزول تلقاه بيسأل من اسم الأم، أو يقول لك أنا بمشي أخذت لي قصبة في البير وأنا أمشي فيها بكرعيني وما تجيني حاجة، أو تلقاه يقول لك أنا برمي الناس بالعكاز، أنا برمي الناس، ونستفيد شنو يعني الناس لو وقعوا؟ ما هي وين الكرام؟ لو كان عكازك ده بترمي به ناشارون وأوباما وترومبا وكذا، معليش، لكن ترمي به المساكين ديل، مساكين ديل المعيشة رامياهم، ويجوك انت تاني ترميهم يا اخي؟ ما عندك رأفة ولا شفقة؟
عرفته؟ فديل يا اخواننا دي من علاماته. الزول يا اخواننا السحرة ديل اول حاجة يحاربهم بالعقيدة الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم، ودي رسالة لأي ساحر، واعلم أن الأمة، مش أنت، أنت والجن بتاعنك وإبليس الكبير، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعرف إنه ما بيقدر يسوي لك حاجة وما يقدر يضرك إلا بإذن الله، فإنت ما تخاف منه، تخاف من ربك سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، السحرة دون الله والجن دون الله والرسل دون الله والملائكة دون الله. ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، ما عندهم كشف الضر عنكم، لا بيقدر يشيل منك الضرر الوقع عليك لو ربنا ابتلاك بأي شيء من الأشياء، ما بيقدر يرفع عنك ولا تحويله، وما بيقدر يحوله، يقول له حوله من الراس للكراته، حوله مني لفلان، ما بيقدر. ولذلك يا اخواننا ربنا قال: إن الذين تدعون من دون الله شنو؟ عباد أمثالكم. والإخوة جزاهم الله خير، اخواننا المشايخ بيّنوا ذلك يعني بيانا واضحا جزاهم الله خير. فزول أول حاجة يحارب الناس ذل بالعقيدة الصحيحة، وإنه اعتقاده في الله يكون تمام، ويتوكل على الله حق التوكل. لما المشركين قالوا نحن نجمع للمسلمين بعد غزوة بدر، ونحن إن شاء وقال نحن نغزو المسلمين ونكتلهم وننتصر عليهم، ربنا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ربنا قال شنو؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العاقبة شنو؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولم دي من أدوات النفي، والسوء جاءت نكرة، أي سوء ما أصاب. ولذلك العقيدة الصحيحة. نمرة اثنين الدعاء. الدعاء ده يا اخواننا سلاح المؤمن، والإنسان إذا وقع في الكرب فربنا عز وجل بيفرج عنه. ربنا قال: أمن يجيب المضطر، أنت زول عيان مسحور معيون غيره، أنت مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أها، ويكشف السوء، يعني منو غير الله، ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف الآية دي فيها المعاني دي كلها، ربنا كشف عنه السوء، ها، وأجاب دعوته والدعوة الصح، بقى خليفة، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالدعاء يا أخواننا شيء عظيم. كذلك الرقية التي جاءت في القرآن والسنة، سورة البقرة والمعوذات وعموم آيات القرآن وسور القرآن. ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتقرأ القرآن وتوقن في قلبك إن كلام ربنا سبحانه وتعالى يحرق أي شيطان، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة البقرة لا تستطيعها البطلة.
والبطلة ديل منه؟ ديل السحرة. فلما تقرأ القرآن الشياطين ما بيقدروا على كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن وين القلوب اللي بتكون موقنة في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك برضو يا أخواننا الإنسان ما يكون عنده هوس. زول بس لو يتعود يقول لك والله زي اللي أنا عندي سحر، يا زول ما عندك حاجة أنت، ولا بسوي لك شيء ذات. واحد تلقاه جاته ملاريا ركبت له في راسه يقول لك لا 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 لا، معناه عملوا لي حاجة، وتلقاه يبحث وكذا. وده يا أخواننا غلط. برضو زول تلقاه يمشي لديل، ديل طبعا حرام الزول يمشي لهم، لأنه ديل بيحلوا لك السحر بالسحر، واسمه شنو يا أخواننا؟ النشرة، ده حرام في الدين، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ده ما بخشوا الجنة. ويقول لك أنا بفتح الكتاب وأنا بجيب الرائحة وأنا برقد لك الخيرة، أنا ما عندي عن قريب أرقد، ولا ما عندي بطانية أجرة، ولا ما عندي عيون أغمدي، مؤهلاتك شنو عشان ترقد لي أنا؟ عرفتها؟ أمشي أرقد لروحك، ارقد ويلقى قروش، ناس صاحيين وما لاقين قروش. لا أخوانا البلد دي ذاتها جايطة، الله كريم. طيب برضو قال سؤال: هل يجوز حفظ القرآن على يد شيخ صوفي؟ لا ما بيجوز، ما بيجوز تحفظ القرآن على إنسان مسلم منهجه صحيح، ذول عقيدته صحيحة وما عنده بدع، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تحفظ عنده القرآن. لأنه الصوفي يحفظك القرآن ويجيب لك شبهات، يقول لك ربنا قال في القرآن الكريم الرحمن فاسأل به خبيرة، معناه نادي واتحسونه، والآية ما معناها كده، لأنه السؤال هنا ما سؤال عبادة كما قال العلماء، وإنما هو سؤال علم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قالوا: وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فاسأل به يعني فاسأل عنه خبير، حفظك القرآن ويطلعك مشرك بالله عز وجل والله. وزي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. انت بتقرأ في القرآن ومن أضل، لا دقيقة أصبر أصبر، هنا في إظهار ومن أضل، ما تقول ومن أضل كويس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقرأ لك تمام، يقيم الحروف، مما انتهى خلاص انتهينا، هاي خلاص تعال بكرة سمع لي، يقوم فوق كب يبضل عن حديد. هو قرأ الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعد ما قرأ الآية دي وجود تمام من حيث القراءة والحروف، خالف الآية وعارض الآية ووقع في مخالفة الآية. فعشان كده الإنسان ولو ما يحفظ القرآن ما يمشي لديل، لأنه يا أخواننا حفظ القرآن الواجب فوق عليك ما تصح به الصلاة، وهي سورة الفاتحة، بعد ذاك المازيد فهو مستحب. فحفظ القرآن من حيث الجملة هو مستحب، والمشي للمجرم الدجال الصوفي ده حرام، ودرء المفاسد مقدم على شنو؟ على جلب المصالح. فما بيجوز تمشي له، تمشي تقرأ عنده، ولا أي مبتدع تاني تمشي لجبهجي تقول أقرأ عنده القرآن، برضو ما بيجوز، ولا تمشي لأنصار سنة، ولا تمشي لتكفيري سروري تبع عبد الحي ولا محمد عبد الكريم ولا محمد علي الجزوري، وذاك ما حافظ سجم رماده ولا غيره. تحفظ القرآن عم مسلم عادي، لا منتبه لجماعة لا لحزب، ذول حافظ كتاب الله وبيطبق القرآن قدر ما يستطيع، وإن كان مقصر وكذا وكذا تحفظ عنده القرآن. طيب فما بيجوز، هل يجوز؟ لا، هنا في قال نصيحة للشباب المقبلين على الزواج. النصيحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي حال الناس ثم يوصي إلى الأفضل، قال: تنكح المرأة
لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وراك حال المجتمعات، وده يا اخواننا عام في الدنيا كلها، انه اما تزوج لقروشه او يتزوج المراه لانه النسب بتاعها عند الناس نسب عالي، عندها حسب ونسب، او لجماله فده حال الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين أول حاجة وأهم حاجة وما لا يكون الدين إلا به العقيدة الصحيحة. زوج لك واحدة، ودي أخواننا دي التربية الصحيحة، لأنه لما تعلم الزوجة والولد والمجتمع على الخوف من الله ما بيظلم ولا بياكل حق الناس، وبيخاف من ربنا سبحانه وتعالى يظلم، لان يا اخواننا المشاكل الاسريه موجوده، وبين الزوجين بتحصل مشاكل، والبيوت والابواب المغلقه على البيوت فيها مشاكل. لكن يا اخواننا لما يكون البيت المرجع فيه هو القران والسنه، المراه تعلي صوتها على راجلها وما تسوي الاكل، ومثلا زعلان سكت منها خلاه، وعشان يبتدي تعرف انها غلطت في حق راجلها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. طوالب تجي راجع، واذا دعا الرجل زوجته الى الفراش فابت عليه لعنتها الملائكه حتى تصبح. فهي بتخاف انه ربنا يلعنها والملائكه يلعنوها. وفي لفظ الا كان الذي في السماء عليها غضبان، دي فيها رد على ناس ابتلتله، بيقول لك الله في كل مكان، ودي في المرزات وفي دليل على العلو، لكن انت ما بتفهم، عرفت؟ المهم فدي اخواننا اذا كانت متربيه على الدين والخوف من الله طوالي بترجع. الراجل لو سمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو في فراش الموت ويقول استوصوا بالنساء خيرا، وهو يشوف نفسه بيظلم المرأة وهي أسيرة وعوان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخاف من ربنا ومن نار ربنا سبحانه وتعالى، فيستسمح زوجته، وده ما فيه كسر للراجل لأنه ده يرجع الحقوق لأهله ويستقيم الحياة. والبيت يا أخواننا بعد الزواج، طبعا الشباب كثير منهم لانه فتنوا بالموبايلات والمصايب تلقاه بعاين وصور جات ومصايب، وخدت له شكل معين في ذهنه انه لابد يلقى المرأة دي. طبعا الطايش والعمل له نحت له صوره في راسه من الاغاني وغشاو داك زي بنات الحور، انت ما فاهم الحاصل ولا زولوي عرفته، وشاف له مسلسل تركيه ولا غيره، وداري يفتش له واحده تركيه في السودان، هذول انت المفتاح ما حافظه، انت مفتاح السودان انت ما حافظه، فهمت الحاصل؟ فده بتلقاه شغلته جايطه. لكن يا اخواننا الانسان اللي بيفهم البيت بعد الزواج وبعد ما تنتهي يعني المتعه الجسديه، بعد ذاك بتبقى الاخلاق. والمراه اذا ما عندها اخلاق لو بقت زي الكشافه دي والله ما تطيق القعاد معه. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الوصايا، والله تسعد بها في دنيا تقضي، تعيش حياة سعيدة، والمرأة تعيش حياة سعيدة، والمرأة تسمع وتتحافظ على بيتها، ما تسمع كلام المسلسلات أو كلام النسوان في الحلة. والله ديك جابوا لها دولاب، وديك جابوا لها ما أعرف سرير جديد، وديك جابوا لها خاتم، وتجي تدورها مع الراجل داحس ولا يسمى جنوة الغبراء، تدور معاه وشكله ومشت هلا وخشوا الاجاويد، كلام فارغ. الدنيا دي الزول يا اخواننا ما يتشدد فيها كثير، خلاص. اما الدين ما تفرط فوق. ولذلك وصيتنا للشباب المقبلين على الزواج سواء كانوا من الرجال او النساء، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
في وصية الأولياء: إذا جاءكم من ترضون شنو يا أخواننا؟ دينه وخلقه، مع أنه الأخلاق من الدين، لكن ليه خصها بالذكر؟ لأنه مهمة في المحافظة على شنو؟ على بيت الزوجية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عرفت الزول ده عنده دين وبخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ما تعين لي قبيلة ولا لي شكل ولا لي لون ولا لي مال ولا لي كذا وكذا، عين للرجالة وأخلاقه الحميدة وديهم. لو فقرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كان حقا على الله عونهم، منهم شنو؟ الناكح يريد العفاف. وربنا قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ربنا بيفتح عليهم. فما يشددوا أولياء الأمور، لكن كمان ما يفرطوا. ادي مرته لأي واحد، قل لك والله جانا واحد الزول ده كويس يا أخي وعاجباه القروش، قل لك والله هو أخلاقه تمام وزول كريم وبيدي، وقد يكون كريم وما شاء الله بيجينا من الخطوبة يقول لك بيجينا يعني يدينه ملانات، ما عنده مشكلة، لكن بس بعض مرات كده بس بيسب الدين، لكن تاني ما عنده مشكلة. وطيب خليت فيها جنين انت؟ ده كافر، ده ما مسلم ذاته، ده مفروض تشيله الموز تدخله في عيونه، أمره مرق جلدك، انت ما عندك أي مرة هنا ولا كيف يا ناس؟ تلقى ما بصلي راقد رمة، يقول لك والله كويس لكن بس ما بصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. زول تلقاه عنده قوة وشباب، مش انه ما يصلي، وده حال كثير من الشباب للأسف الشديد، لو انه بأخر الصلاة وبيتخلف عن صلاة الجماعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم، ولولا النساء والصبيان قال لفعلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخواننا زول عنده قوة وعنده شباب وبيتنفس، لا عنده كورونا، وزول لا عنده غسيل كلى، وزول لا عنده مشكلة في البطن ولا مخ وأعصاب وكهرباء زايدة، ولا مشكلة في العيون، ولا مشكلة في السمع، ولا في الشم، ولا في التذوق، ولا في غير، ما بيجي صلاة الجماعة. راجع شوف ما جي صلاة الجماعة، إما تكون عيان مريض، أو كمان تكون مرة، ما واحد من اثنين، أنت ما بتجي مالك. المرة عندها فترات معينة من الشهر ومن الولادة دي ما بتصلي ولا بتقضيها، أنت مالك يا بشنب، مشكلتك شنو أنت؟ عرفته؟ فدي يا أخواننا مشكلة، فده ما يزوجوه أبدا. عرفته؟ يزوجوا الزول اللي بحافظ على التوحيد وبحافظ على الصلاة وبيأدي الحقوق. وشوف الزول مما يدي حق الله بيدي حق العباد، لأنه ده بيحفظ الجميل. وأعظم من أعطاك جميلا وأنعم عليك بالجميل هو الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ زي الجلابية البيضة، تجيب الطشت تملاه موية تكب الزهرة، تقوم تدخل الجلابية جوا شنو؟ جوا الزهر، تسبغ عشان تبقى شنو؟ بيضة. ربنا شبه بني آدم ده مشدة ما ملان نعم زي القميص ده. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم كثيرة والمقام يطول فيها. ربنا قال في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، المطر، والأرض، النبات والزروع وغيره، شيئا ولا حاجة ما عنده، ولا يستطيعون، ما بيقدر، لا هو بيملك ولا بيقدر على الكلام ده. ولذلك يا أخواننا يعني الوصية أن يكون اهتمام الناس فيه يعني على اختيار الزوج. بل يا أخواننا خليك من إنه إذا جاك، لا، أنت تمشي تفتش للراجل اللي عنده دين لولدتك أنت. عشان كده عمر رضي الله عنه
حفصة رضي الله عنها وأرضاها، يعني لما توفي زوجها عرضها على أبي بكر فسكت لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، ثم عرضها على عثمان، عثمان قال لي ليس لي بها حاجة، قال فوجدت على أبي بكر، يعني قلبها كأني أكثر من عثمان رضي الله عنه أجمعين، فلما سأله وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها قال لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث إنه عمر رضي الله عنه مشى شاف لبنته الزوج الصالح، فالراجل يا أخواننا زي ما بيقولوا أهلنا بيشتروا بالقروش، البستر العرق، بيكون راجل تمام، لكن برضو يا أخواننا الشباب ما يبقى زول خليقة ساكت، كثير من الأولياء الكلام ده دايرينه، لكن ذاك بيكون لا شغال لا عاطل، تلقاه طبعا الجماعة دي ناس طرق حرية، ذاك سنبنيه ونايم لساعة واحدة ظهر، تبني شنو انت؟ يدوك شنو ذات؟ المفروض يطقوك في راسك الكبير ده، عرفته؟ فالشاهد انه يا اخواننا الناس يعني اذا 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 قامت بهذه الوصية العظيمة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلح الاحوال. طيب، ما حكم الشخص الذي يقول انا عارف الله ربي وسيدي ومع ذلك بزور المشايخة؟ انت عارف دي نفسي شبهة بتاعت ابليس، في ما في مخلوق الان حي عارف الله يمكن يكون اكثر من ابليس، الله اعلم. انت قال ابليس ما عارف الله؟ عارف. انت قال المنافقين ما عارفين الله؟ عارفين. انت قال اليهود ما عارفين الله؟ عارفين. انت قال النصارى ما عارفين الله؟ عارفين. لكن ما الموضوع في انه انا عارف، الموضوع في انه شنو؟ في انه تطبق، الموضوع في انك تعمل. وده يا اخواننا الدين الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا رسله عشان نطيع ندخل الجنة. جاء في حديث البخاري أن ملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم لبعض إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا فصنع ثم صنع مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا فالدار الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، يعني مقياس. فإنت لو سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا، زي اللي بيقول لك ارقد لك الخير وست الودع والكلام الفارغ ده والشرك ده، سمعت الحديث ده فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتاني مشاهد معناه يا أخواننا الزول ده ما داير الجنة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انت زول ادوك الحديث، ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق، البمرق من الرسول صلى الله عليه وسلم ده ما ساكت عن الهوى، إن هو إلا شنو؟ وحي يوحى. ها بعد ده لما نزلت تدي حديث تاني عنده مجال يتكلم، عشان كده لما قريش قالت لعبد الله بن عمرو أتكتب كل ما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في السخط وفي الرضا، يعني لما يكون غضبان وكده يعني ما تكتب أي حاجة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه وقال اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فزول يقول له أعمل كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم شنو؟ الخيرة من أمره. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضح. والأدلة كثيرة جدا. ربنا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن وإلى الرسول السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك. العلماء قالوا دي ربوبية خاصة لأنه الكاف بتاعت الخطاب ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، ما قال ورب الناس، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وآيات كثيرة واضحة. فالزول ده بنوصيهم يا أخواننا بتورط. وبعدين ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت. طيب الورطك شنو؟ انه بارك كلام مشايخ وبارك كلام الناس في الجيران والحلة والآباء والأهل والأجداد المخالف للكتاب والسنة. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر يعني عن القرآن. بعد إذ جاني ربنا قال وكان الشيطان الإنسان شنو؟ خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء قالوا هذه شكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أمتي يوم القيامة. تخيل بشر من الأمة بيسمع في الكلام ده وما بيستجيب للأحاديث، ما كلامنا نحن، ما بيستجيب. يوم القيامة بيشكوه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركوا العمل به. فأخواننا الإنسان إذا جابوا له آية وحديث ما يتلكلك، ما يتلولو ويستجيب ويسارع. وربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وآيات كثيرة جدا. طيب حكم سماع المسلسلات وتفويت وقت الصلاة للصغار الأطفال والكبار. أول حاجة المسلسلات دي يا أخواننا من غير تفويت وقت الصلاة حرام، بل فيها بعضها فوق الحرام فيها استهزاء بشعائر الدين وبعضها فوق الحليفة بغير الله. ولا ما في؟ يجيبوا لك واحدة ممثلة تقول لك وحياتك، ولا ما في؟ خلاص حليفة بغير الله. وفي وحدات بيلمعوا في الصوفية والقبور وبيستهزوا ببعض شعائر الإسلام كاللحية والحجاب والتقصير وغيرها من الشعائر، بل بيمثلوا الصحابة. يجيبوا لك واحد فاسق من أفسق خلق الله، مرق من استوديو بتاع تمثيل فيلم فاحش وبتاع زنا قدام الكاميرات، يجيبوا لك في صورة حمزة زي الفيلم بتاع الرسالة ده عمله الشيعة. جايبين واحد اسمه عبد الله غيث ممثل قال حمزة رضي الله عنه، عرفته؟ ويطعنوا في الصحابة ويشوهوا في صورة الصحابة رضي الله عنهم. فده كله ما بجوز يا أخي. شوف على الصغار ناس توم أنجيري الكديس والفار. الشافع بدل ما كان ولد سوي، والولد لما يبقى سوي يا أخواننا في دنيا ودي بيتوفق، يقلبوا له الموازين إنه الفار بهرش الكديسة. والله جد، ويجيبوا لك الفار لف لك الكديس ودق به واطع. الشافع تلقاه بيخاف من الفيران، فهمته؟ ده جانب. يقلبوا له موازين وحاجات زي دي كثيرة. يجيبوا لك الفار قطع راس الكديس، أو الكلب قطع راس الكديس وجدعوا بعيد، الراس برا وجا جاري طق 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 ركب فوقه. الكلام ده شنو؟ القناة بتاعت MBC 3 مش قبل فترة كان فيها مسلسل واحد اسمه جبار،
واحد اسماء الله الحسنى كلها، واحد اسمه متكبر، واحد اسمه مصور، هذا مصور جاب بنية وهذا جبار وكذا، استهزاء باسماء الله ده كفر وإلحاد. الأولاد بيسمعوا ده جانب كفر. تجي تلقى الفسق والفجور، يجيبوا لك توم الكديس، شاف له توم كديسة، انت أولادك صغار لسه ما بلغوا وانت ماشي عشان تأكلهم ويتعلموا ويطلعوا لك ناس صالحين وينفعوا المجتمع، لكن التلفزيون بيربي فوقه على الفسق، يجيبوا لك القلب بتاعه بدق بدق زي الجلد بيقى زي الكيس لما ينطبع ويجي راجع مما شاف توم وعيونه انقلبا قلوب وردية، الجماعة بملوا فوقه عرفتها، وشغل جايطة شغل جايطة يا ناس. الكلام ده الكلام ده ده تعليم وتأجيج للغرائز بتاعت الأطفال من صغار، ده غير ناس القراي ده البرام، ده مسلسل تاني كمان، ده مسلسل نحن عايشينه من غير كلمة مباشر فوق من غير شاشة، ده غير ناس القراي الدارين يحذفوا القرآن خلاص. تاني تعال شوف تلقى كثير من البيوت تلقى الأب والأم والحبوبة كلهم قاعدين يحضروا في ملكة جانسي، مرة قال دوخت الإنجليز، قالوا مرة هندية، انتوا ركشة انتظر لكم مرة هندية كويس وعملها لك بطلة ومتبرجة وكلام فارغ كثير، وجايبين مسلسل تركي برضو صح ولا ما صح عرفتها فيه، وجايبين واحد اسمه العشق الممنوع ده، يا هو ولا ما يا هو انا ما عارف، يا هو اسمه زين المحارم، يعني علموا الناس اللي بيحضروا كيف تزني باختك. اخواننا ده بيشبهنا نحن خلاص، فده اخواننا حرام حرام. لو انت جبت شاشه في البيت جيب فيها محاضرات، جيب فيها كلام عن التوحيد، جيب فيها تعليم القران، جيب فيها تعليم اللغه العربيه، جيب فيها تعليم الفقه، جيب فيها الشيخ ابن عثيمين وابن باز والالباني وغيره من الخير اللي بتلقاه موجود خلاص. وده يا اخواننا كله قاعد يشيل والله، ياثر على الطلبه ذاته في استيعابهم. الناس الزمان ده اللي بيحفظوا حفظ عجيب، وناس شاطرين في رياضيات وغيره، لكن ناس ما فاهمين اي حاجه. واحد تلقاه في سنه سابعه والله اسمه ما بيعرف يكتبه، انا ما عارف نططوا الفصل كيف، جابوه بدرداقه ولا كيف عرفته، ما فاهم اي حاجه والله ما فاهمين. واحد ما بيعرف يقرا عرفته، واحد من الطرائف اللي قال بيقراها، قال الاستاذه بتقريهم في انجليزي، وهي الخريجه النوع اللي بيخلط في الجامعات، قال بتقريهم انجليزي ثرو عبر يعني، قال بتقرا طهره، يلا يا اولاد all of you say طهره طهره، واحد قال للاستاذ دي ما قال لي الادب، يا اخ ثرو يا اخ طهره بتاع شنو؟ فدي قرت هي دي قرت شنو يا ناس؟ فدي اخواننا نحن مجتمعنا جايط، عشان كده اخواننا دور الاب دور الاب ولو اكلوا كسره بمويه دور كبير جدا، وانه يعلم اولاده ديل ويعلمهم القران. وانا ابشرك التعليم الديني اللي في مخيله السودانيين الان انه بودوا له الود اللي بيكون ما فاهم حاجه، يقول لك الود ده يا اخو والله ما شاء الله اولاده اخوانه يتعلموا ومشوا لقدام، لكن هو ما نافع، على الاقل كده يشوفوا له قران ولا حاجه يحفظها. يا زول القران بالمنزل الحضيض دي، ربنا قال وإياكم ميتة فهم فيه شركاء ساء ما يحكمون، زي نصيب المشركين لله سبحانه وتعالى. القرآن بيفتح له عقله يحفظ، ياخذ الحفظ كلام الله، ما يحفظ الخرمجة جاب القراي دي ها، زول حفظ كلام ربنا، ما يحفظ جدادي يلقط الحبة ويجري وهو فرحانة كأن عيونه خرز له في الشمس ألوانة ها، زول حفظ كلام الله ما يحفظ جداول الضرب والهوس ده، حفظ كلام رب العالمين. ولذلك الناس يا اخواننا تهتم بالتعليم الديني ده، وتعلم عند الناس الصحيح صحيح بيعلموك دين صح كويس، امشوا لي قدام. انا ذاتي شكلي مركتك من الموضوع مش، فالمسلسلات دي ما بتجوز يا اخوان، زول ما يحضر نهائي، وكلمه مسلسل معناه كذب كذب، يجيبوا ممثل وممثلة راقدين، دي مرداك هي مرته ما مرته، والناس اللي بيحضر والمنتج المسلسل والعرض المسلسل والتلفزيون ذاته عارف انه ده كله كذب، دي ما مرته. فده يا اخواننا كلام الزول يا اخواننا يخشى الله سبحانه وتعالى،
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، سؤال نصيحة لتارك الصلاة بيناه، وإنه تارك الصلاة يا أخواننا إذا مات في الدنيا ما بجوز مؤاكلته، تأكل معه وتشرب معه، وإذا مات لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. شوفوا له جنب الإسكيف هناك يحفروا له محلة ويدفنوا بغادي حفرة بس حتى لا يتأذى بنتنه المسلمون. فدي يا أخواننا موضوع كبير، وهو يوم القيامة من أهل النار لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. طيب، نصيحة للأزواج في التشدد في أمور الحياة. طبعا الكلمة دي كبيرة، وده سؤال زي ما بقوله بتاع فتيل، مش دارين يدخلونا في فتيل، لكن يا أخواننا نحن أنا بوصي الأزواج وبوصية النبي عليه الصلاة والسلام، إن أخواننا الزول زي ما قالوا يخلي صدره واسع وأخلاقه عالية، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الكلام ده. ربنا قال خذ العفو، العفو معناه شنو؟ معناه السهلة، مش بيقول لك الدين السهلة، يعني ما جادت به نفس الإنسان فاقبلها منه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ودائما أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني أنت لما تجي خاش البيت أولادك بلا يعني مش خوف أو يعني بتضايروا منك من باب الاحترام، لا، بتضايروا منك لأنك زول أخلاقك سيئة وبيتمنوا إنك تكون اليوم كله برا البيت. شفت ده؟ ده يراجع روحه. ده ما معناه زول يلين، ولا معناه إنه زول يا أخواننا ما يكون يربي أولاده التربية الصحيحة وال 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 والمعتدي يرجعه، والما بيسمع الكلام يأدبه حتى بالجلي، لا. لكن يا أخواننا اديهم الأولاد ديل اديهم الحنان الصغار ديل، لأنه الأولاد والبنات ديل ما اديتهم الحنان في مسلسلات بتديهم الحنان. والله السودانيين ديل لما تلقاهم بيحضروا في المسلسل وفاتح خشمه الضبانة تخش وتمرق زي القراش وهو ما جايب خبر. السبب شنو؟ إنه قلبه ضاعت شان يا ناس، قلبه ضاعت شان. أدي ولدك ده الحنان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، واحد قاعد جنبه رضي الله عنه وأرضاه الأقرع بن حابس قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل بك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فإنت ترخي لهم، وزي ما جاء في حديث عائشة حديث أم زرع قالت زوجي إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد. يعني برا مع الرجال أسد، ولما يخرجوا البيت زي الفهد. قالوا من أخلاق الفهد إنه ما بيسأل المرأة دي الحاصل شنو، دفقت الملاح، سوت يعني ما البشتنة الشديدة دي، يعني الأخطاء المقبولة دي، عرفتها بيقبل منها السهلة دي، ولا يسأل ما بيشدد مع المرأة شديد، لكن ليس في باب الإسراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ما تبقى مرة طايشة، ما تبقى مرة مبذرة، ما تبقى مرة خملة، كويس، ما تبقى مرة شكاية. إبراهيم عليه السلام لما مشى لزوجة إسماعيل الأولى ولقى إسماعيل ما في وهي ما عرفته، قال لا حالكم كيف؟ فشكت، قال لها خلاص لما يجي راجلي قل له غير عتبة بابي. قام اسماعيل لما جاء قال لهم في زول جاكم ولا شنو؟ قالت له اي. اهو حصل شنو؟ والله بيسلم عليك وكذا، ده خلاص يعني انا بشرح لك بالدارج. وقال وشكت له ووريته حالنا، يا اخو والله حالنا تعبانه. ها ما وصاكي بوصيه؟ قالت لي اي والله وصاني بوصي، انا ما عارف معناه شنو، لكن قال لي غير عتبة بابي. قال لا ده ابوي ابراهيم عليه السلام. وقال لي اطلقي، طلقها فتزوج اخرى. فجاء ابراهيم عليه السلام مره اخرى، ده في البخاري،
قال فقال كيف حالكم؟ استقبلته وضيفته وقالت له نحن بحالنا تمام أمورنا ماشية. فقال لها لما الراجل يجي يقول له ثبت عتبة بابك، عتبة بابك. فلما جاء وأخبرته بالقصة قال لها ده أبوي، وقال لي إنه ما أطلقك وأمسكك. المرأة أخواننا تكون عاقلة، وامرأة تمسك بيتها وأولادها وتسمع كلام زوجها، وده من أعظم، وتحفظ الغيرة بتاعت الراجل. الراجل لما يلقى مرته بتسمع كلامه ويلقى مرته بتحفظه في نفسها لأنه عنده غيرة، وإنه ما بيرضى الذلة والمهانة، وإنه راسه يكون منكس بين الرجال، المرأة دي بشيلة فوق راسه. فدي أخواننا الوصية لي الرجال والنساء. ربنا سبحانه وتعالى اختصر الكلام ده، ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ولا جعل، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم شنو؟ مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب اعتقاد الناس في أن الشيخ يشفي بعض الأمراض، هل يجوز لهم العلاج عندهم من العين والسحر؟ كلمنا في الموضوع ده أخواننا، ما في زول عنده حاجة. إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني الأصنام دي اللي هي صور الصالحين، قال إلا الذي خلقني الله فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني للصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء سلم من شبهة تؤدي إلى الشرك، ومن شهوة تقود إلى الحرام، إلى قول الله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعتقد فيكم بتشفوا والله بيشفي، ندعوكم وندعو الله. عشان كده ربنا قال فلا تضربوا لله الأمثال، قال السعدي أي الأمثال التي تتضمن التسوية بين الله وبين خلقه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المثل الأول ده السعدي رحمه الله قال واحد عبد مملوك وفقير ما عنده حاجة، وهو كالعالة على مولاه الزول اللي اشتراه سيده، والتاني حر وغني وكريم وعنده وبينفقه، ده عند الناس واحد؟ ما واحد. كيف يكون ده في المخلوقين ما واحد، ويكون بين الخالق وبين المخلوق واحد؟ عشان كده ربنا قال عن أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بربي العالمين. نصيحة لقاطع الأرحام، قطيعة الرحم يا أخواننا، الرحم مشتقة من الرحمن، وهي متعلقة بالعرش كما جاء في الحديث، وقد أجابها الله إلى سؤلها أن يصل الله من وصلها وأن يقطع من قطعها. ربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فناس يا أخواننا تفعل الطاعات وتجتنب المحرمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، ونشكر للأهل جميعا والإخوة جميعا على هذه الاستضافة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.